السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل هولوجرام ده انسب برنامج ليك، لان هو بيشتغل على يونيتي وانريل وبلندر والويب اكس ار، وفي هنا جلاس ستوديو. وعلى فكرة انت ممكن تعمله في البيت، يعني ممكن تركب انت الجهاز اللي بعرض الهولوجرام، لان هو بسيط، الواح زجاجية وهكذا. فممكن يبقى عندك حاجة زي كده في البيت وتبدأ ان انت تتفاعل معاه. الجميل بقى والحاجة اللذيذة إن دخلوا فيها الذكاء الاصطناعي. يعني إيه دخلوا فيها الذكاء الاصطناعي؟ يعني شات جي بي تي بقى موجود فيها، فتقدر إن أنت تتكلم مع الشخص دوت. تمام، الله، إزاي؟ عايزين نشوف الموضوع دوت. أنكر رابط اهوت، أعمل ساين أب بحيث يتواصلوا معاك اهوت. Can you help me complete this song? بدأ يحط إن هو يتكلم. Oh, sure thing, buddy. You want some lyrics for that classic tune? وذكاء الصناعي هو اللي أرنب يتكلم معي. فكان في هولوجرام مثلا لما كرسوم وهي بتغني، لا ده بعد كده مش هتغني، ده تقف وتقول القفشات بتاعتها، كان دمها خفيف. شات جي بي تي هيرد على لسانها. تخيل المستقبل عامل ازاي.